اتفاق عراقي لبناني على تعزيز التعاون وإشادة بنتائج مباحثات الوفد الوزاري في بيروت. تكليف الأعرج بمنصب مستشار الأمن الوطني والأسد رئيسا لجهاز الأمن الوطني. الصحة تسجل إصابة 2334 بفيروس كورونا غالبيتهم في بغداد. بالتفاصيل أهلا بكم. بعد زيارة ناجحة أجراها الوفد الوزاري العراقي إلى بيروت والاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي، سيزور وفد حكومي لبناني بغداد قريبا لاستكمال المباحثات بين الطرفين ووضع اللمسات الأخيرة للاتفاقات بين الجانبين. وأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار أن الوفد الوزاري ناقش مع رئيس الحكومة اللبنانية آليات تصدير النفط العراقي إلى لبنان ومدى إمكانية تفعيل هذا القطاع، لافتا إلى أن الوفد بحث في كيفية إعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل في العراق في مجال الزراعة. في إطار تعزيز التعاون بين العراق ولبنان وفي خضم أزمة اقتصادية تعيشها بيروت، وفد وزاري عراقي ضم وزير النفط إحسان عبد الجبار ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي يزور لبنان ويلتقي رئيس الحكومة حسان دياب في اجتماع حضره أيضا كل من وزيري الطاقة والزراعة اللبنانيين. أكد الوفد العراقي مدى أهمية لبنان بالنسبة للعراق، متحدثاً عن بحثهم في تبادل الخبرة بين البلدين في مجالات عدة. ناقشنا بهذا اليوم عدة محاور، أهم هذه المحاور هو كيفية الاستفادة من تجربة لبنان في الحد من وباء كورونا، وما هي إمكانيات التعاون المشترك بين البلدين. المحور الثالث كان هو كيفية إعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل سابقا في مجال الزراعة والاستصلاح الزراعي وصناعة الزراعية في العراق، صناعة الغذائية عفوا في العراق. أيضا ناقشنا مسألة تصدير بعض المنتجات الفائضة، المنتجات النفطية الفائضة وخاصة النفط الأسود والنفثة إلى سوق الطاقة في لبنان، آلية التصدير. من الجانب الآخر أثنى وزراء الحكومة اللبنانية على أهمية هذا اللقاء وأبدوا استعدادهم لكل تعاون. بحثنا بعض التفاصيل مع السيدة الوزراء اللي أكيد هي بعد قيد البحث لوجود حلول، إن كان إيصال المواد الغذائية الزراعية أم الصناعات الغذائية إلى جمهورية العراق، وأيضا كمان استيراد النفط من العراق. أكيد ويكون هناك تسهيلات للدولتين فيما بينهم، وهيدي علاقات تاريخية. وزير النفط العراقي بلغني أنه هني مستعدين يناقشوا معنا من خلال شركة نفط العراق أنه يزودونا بمحروقات الوقود الثقيل بأسعار كتير يعني إذا بدك ملائمة للبنان وبشروط كمان نحن بنقدر نلبيها. وعقب لقائهم مع رئيس الحكومة حسان دياب اجتمع الوفد العراقي مع رئيس مجلس النواب ووزير الصناعة اللبناني في عين التينة. الرئيس نبيه بري أكد على أهمية أن تحافظ العلاقات التاريخية بين العراق ولبنان على مقومات الاستدامة، في وقت أعرب وزير الصناعة عن سعادته بالاجتماع واعتبره انطلاقا للتبادل الصناعي بما يتضمن من صناعات زراعية كيميائية وصناعة حديد. الزيارة التي استبشر فيها اللبنانيون خيرا فتحت سبل التعاون والتبادل المنفعي بين البلدين في قطاعات عدة علها تكلل باتفاقيات رسمية في القريب العاجل. من داخل السراي الحكومي العراقية الإخبارية، ماريان زوين، بيروت. كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قاسم الأعرجي بتولي منصب مستشار الأمن الوطني حسب ما أفادت مصادر حكومية لوكالة الأنباء العراقية واع، كما تم تكليف عبد الغني الأسدي بتولي منصب رئيس جهاز الأمن الوطني.
عززت قوات حرس الحدود العراقية انتشارها في 5 مواقع على الحدود مع تركيا لتأمينها ومنع وقوع خروقات. ذكر مراسل العراقية الإخبارية أن انتشار قوات الحدود الاتحادية تم في ناحيتي دركار وباطوفات شمالية شرقية قضاء زاخو. أقامت قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية 5 نقاط عسكرية في 3 مناطق حدودية والمرتفعات الجبلية في ناحيتي دركار وباطوفة في قضاء زاخو لإيقاف التوغل التركي في الأراضي العراقية. تراجعت القصف خلال اليومين السابقين وانتشار قوات الحرس الحدود العراقي على جبل سلسلة جبل كيرة. هي قوات عراقية تمركزي في بعض النقاط التي هي بالضرورة تؤدي إلى حماية المواطنين. مدير ناحية باطوفة أكد العراقي الإخبارية انتشار قوات حرس الحدود على المرتفعات الجبلية المطلة على الناحية في خطوة أثارت حالة من الأمن والطمأنينة لدى سكان القرى الحدودية. قوات حرس الحدود التابعة للحكومة العراقية الاتحادية موجودة منذ 2003 لحد الآن في ناحية باطوفة وفي داخل مركز ناحية باطوفة، ومن حقهم أن ينتشروا في أي مكان وفي أي جزء من ناحية باطوفة على الحدود مع تركيا، وهم من تقدر تقول من ناحية كانيماس لحد قرية بيشخابور على حدود في حدود ناحية رزقاري على حدود سوريا، هم يحرسوها منذ السنوات. طبعا هذه القوى الموجودة اليمنى متواجدة دائما ومن حقهم أن يقوموا بحراسة المنطقة وعلى الحدود وخاصة مع تركيا. وكان الجيش التركي قد توغل بعمق أكثر من 30 كيلومترا إلى داخل الأراضي العراقية وسيطر على 10 مواقع داخل الحدود العراقية تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية أقامت 5 نقاط عسكرية في 3 مناطق حدودية في ناحيتي دركار وباطوفة في قضاء زاخو لإبعاد المعارك الدائرة بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية عن الأراضي العراقية. سمير سلوكا، العراقية الإخبارية، دوك. أعلن الحشد الشعبي تأمين قضاء طارمية شمالية بغداد إثر انتهاء العملية الأمنية التي نفذت فيه وحققت أهدافها بشكل كامل حسب ما جاء في بيان لإعلام الحشد، مشيرا أيضا إلى ضبط معسكر تحت الأرض في القضاء التابع لداعش الإرهابي يستخدم في عمليات التدريب والإيواء. سجلت مختبرات وزارة الصحة اليوم 1477 حالة شفاء من فيروس كورونا، تم تشخيص إصابة 2334 إصابة غالبيتها في بغداد، فيما بلغ عدد الوفيات 106 حالات، فيما بلغ مجموع الإصابات 58354 إصابة، والشفاء 31077 متعافيا. أما الوفيات فبلغت 2368 حالة. مبادرة شعبية في ذقار أطلقتها مجموعة من الشباب لحماية الملاكات الطبية من الاعتداءات، إضافة إلى تزويدهم بوسائل الحماية الخاصة من الفيروس، تقديرا لجهودهم في مواجهة الجائحة. التضحية وروح الإيثار هي ما جسدته الكوادر الصحية في ذقار خلال فترة انتشار الوباء. العمل على مدار الساعة ومحاولة توفير كل العناية لمرضى كورونا غير مبالين بالإرهاق الجسدي أو حتى خطر الإصابة بالفيروس. هذه المواقف المشرفة دعت مجموعة من شباب الناصرية للمساهمة والوقوف بوجه الاعتداء على هذه الكوادر وتقديم مختلف المستلزمات الوقائية. عائلة المتوفي تعرفوا والده أو أمه أو أخوه من يتوفى يصير عنده انهيار عصبي، فإحنا عندنا جهاز أمني موجود ولكن شنو بعدد قليل، فيراد دعم للمستشفى بالجهاز الأمني. نحن بالحاجة الماسة إليها في مستشفى سوق الشيوخ، وذلك لأنها مواد استهلاكية. ومن هذا المنبر ومن قناة العراقية الموقرة أدعو جميع المسؤولين وجميع ذوي المراكز الحساسة والمسؤولة في الدولة أن يوفروا جميع الإمكانيات اللازمة لأبطال خط الصد الأول. على الرغم من عدم توفر كل ما تحتاجه المؤسسة الصحية في ذقار،
حتى على مستوى الكوادر، إلا أن هذه المبادرات الإنسانية استطاعت بالمقابل أن توفر الشيء الكثير. توفير المستلزمات الطبية والتجهيزات للكوادر الصحية وللجيش الأبيض كونهم خط الصد الأول الآن في هذه الجائحة، لذلك طبعا حملتنا توسعت الحملة، بدأنا في فكرة وهي تجهيز خط الصد فقط. الآن نحن في صدد يعني إطلاق حملة لشراء أجهزة قياس نسبة الأكسجين الأوكس ميتر، هذا ونطالب يعني السلطات المحلية والمركزية في عموم العراق بضرورة مراقبة الأسعار ومراقبة التجار. هدف هذه المبادرة الإنسانية الشبابية تقديم كل الدعم والإسناد للكوادر الصحية العاملة في مراكز الحجر، إضافة لطلب تعاون وتفهم المواطن وإيقاف كل الاعتداءات التي قد تحصل في ظل هذه الظروف. من داخل المستشفى المركزي في قضاء سوق الشيوخ شرقي ذي قار، علي حسن، العراقية الإخبارية. عوامل عديدة أسهمت في انخفاض أعداد الإصابات وزيادة حالات الشفاء في محافظة أربيل، منها جهود الملاكات الطبية فضلا عن دور خلية الأزمة في الإقليم بفرض حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا. فيما ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض دول المنطقة والعالم ورغم امتلاكها إمكانيات طبية هائلة، فإن السيطرة عليه نسبيا في العراق وتحديدا إقليم كردستان جاء نتيجة الدور الكبير للكوادر الطبية، فالعمل المستمر والدؤوب من قبل القطاع الطبي في محافظة أربيل كان السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الإصابة بجائحة كورونا وارتفاع حالات الشفاء. في حالات شفاء يوميا في نفس الوقت، احنا نشوف انه اذا نستمر بهذا الوضع والالتزامات من قبل الناس ان الناس يلتزمون، واحنا كوزارة الصحة يعني نحاول انه ان نصرف كل جهدنا حتى يبقى العدد في هذا الحدود او اقل. فيما كان لاعلان حظر التجوال من قبل خلية الازمة في اربيل والذي جاء بتوصية مباشرة من قبل وزارة الصحة في إقليم كردستان جنب من وقوع أي إصابة جديدة وأسهم في إتاحة الفرصة لمعالجة الحالات الموجودة في المستشفيات. تم إعلان حظر التجوال من قبل خلية الأزمة في إقليم كردستان العراق، وذلك لحماية المواطنين من هذا الفيروس ولمنع ازدياد حالات الإصابة ولكي لا تتفشى العدوى بشكل أكبر وحتى لا يخرج الوباء عن السيطرة. زمن كورونا لا ينقل عدوى الأحزان فقط، فهو يشيع الأمل أيضا بنجاح خطط مواجهة هذه الأزمة وتعافي المواطنين. للعراقية الأخبارية حسين زنجنة، أربيل. وعن آخر تطورات فيروس كورونا انضم معنا من أربيل مراسلنا حسين زنجنة وأيضا من السليمانية سيف حقي. أهلا بك، نبدأ طبعا من أربيل. أهلا بك حسين. حسين، يعني أعداد الإصابات اليوم في أربيل يعني تنخفض، ما هي الأسباب اليوم في انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا؟ هل لك أن تطلعنا على ذلك؟ نعم، تحية لكم ولجميع المشاهدين. اليوم هو اليوم السابع لحظر التجوال في محافظة أربيل، وفي على طول أيام هذا الحظر هناك انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفي الوقت نفسه نلاحظ هناك ارتفاع حالات الشفاء من هذا الفيروس، وهذا يدل على أن حظر التجوال له دور وأهمية كبيرة في للحيلولة دون وقوع أي إصابات جديدة، هذا من جانب. أما من جانب آخر فالكوادر الطبية في محافظة أربيل تعمل على قدم وساق طيلة أيام هذا الحجر وغير أيام الحجر على توفير الأجواء الملائمة للمصابين الراقدين في المستشفيات للتقليل من نسب أعداد المصابين بهذا الفيروس. وكما هو ملحوظ أنه اليوم وخلال 24 ساعة الماضية محافظة أربيل سجلت 39 إصابة، وفي الوقت نفسه هناك ازدياد ونقلة نوعية في ازدياد حالات الشفاء، إذ سجلت محافظة أربيل 41 حالة شفاء ولم تسجل أي حالة من حالات الوفيات
بفيروس كورونا، وهذا يدل على وعي المواطن والمنع منع التجوال الذي فرضته خلية الأزمة في محافظة أربيل، والذي جاء بإقرار من دائرة صحة محافظة أربيل. هذا كله يدل على أنه هناك نقلة نوعية لمحاربة فيروس كورونا. اليوم هو آخر يوم لمنع التجوال، وعلى غرار ذلك الساعة 7 مساء سيعقد محافظ أربيل الأستاذ فرصد صوفي مؤتمرا حول الآلية الجديدة لإقرار، ربما يكون تمديد لحظر التجوال، وإقرار أنظمة جديدة لتلافي فيروس كورونا. طيب سيف، يعني أو عفوا حسين، يعني فيما يخص موضوع أنت تقول بأنه ربما هنالك اليوم انتهاء لحظر التجوال، وربما سيتمدد موضوع حظر التجوال، وقياسا أو مقارنة بالأيام السابقة فهو هنالك يعني انحسار في أعداد الإصابات وأعداد الشفاء ترتفع أكثر. يعني فيما يخص اليوم الأجهزة الطبية، موضوع الأكسجين وغير ذلك، هل ستستمر الجهات المعنية الجهات الصحية بتقديمها إلى المواطنين؟ هل سيستمر المواطن اليوم؟ هل هنالك طبعا إجراءات معينة بارتداء الكمامات، الكفوف، غير ذلك، موضوع التباعد فيما بين المواطنين، في موضوع أيضا الدوائر الرسمية وغير ذلك؟ نعم، بالنسبة للكوادر الطبية فهي تعمل على قدم وساق لتسهيل جميع أمور المريض، ووزارة الصحة أيضا لديها الفائض ولديها الإمكانيات لحد الآن، الإمكانيات الطبية لتلافي المزيد، لا سامح الله إذا كان هناك حالات مصابة بفيروس كورونا. أما بالنسبة للتوصيات التي تصدرها خلية الأزمة في محافظة أربيل وفي أقليم كردستان بارتدائهم للكمامات والكفوف والتباعد فيما بينهم، المواطنين بدورهم، أكثر المواطنين فلنقل، يقومون بتطبيق هذه التعليمات بحذافيرها وعلى قدم وساق. وعلى هذا نلاحظ أن نسبة الإصابات تقل، وهذا يدل على وعي المواطنين في تطبيقهم لتعليمات خلية الأزمة في أربيل. طيب حسين، شكرا جزيلا لك. انتقل الآن إلى السليمانية مع سيف حقي. أهلا بك سيف معنا في هذه النشرة. سيف، ربما اليوم السليمانية تحتل المرتبة الرابعة من ناحية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، يعني حدثنا أكثر عن ما لديك من معطيات حول الأمر. نعم، يعني بداية يوم أمس سجلت مختبرات وزارة الصحة في حكومة الإقليم والخاص بمحافظة السليمانية 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 86 إصابة منها داخل مركز المدينة، والباقي يتوزع على الأقضية والنواحي التابعة لها، بالإضافة إلى تسجيل 44 حالة شفاء وثمان حالة وفيات. بصراحة خلال هذه الأيام انخفضت نسبة الوفيات في محافظة السليمانية، وكذلك ارتفعت نسبة حالات الشفاء وحتى تسجيل الإصابات، بما يعني عن الأيام التي سبقت أيضا سجلت انخفاض خاصة في مركز المدينة. يوم أمس كان اجتماع لخلية الأزمة بقيادة محافظة السليمانية، واتخذت قرارات جديدة من شأنها يعني استمرار تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية لغاية العاشر من هذا الشهر، وكذلك الاستمرار بغلق دور العبادة في كافة محافظة يعني في عموم محافظة السليمانية وغلق الكافتريات. العمل مستمر من قبل خلية الأزمة وغرفة العمليات بتطبيق الإرشادات الصحية من خلال اللجان المشكلة في خاصة في المناطق التي تشهد زحامات، وكذلك ما زال مركز مدينة السليمانية مغلق تماما بالصبات الكونكريتية يعني عدم زيادة الوافدين أو الناس إلى هذا المكان، بالتالي زيادة الإصابات. وكذلك اتخذت خطة سريعة من قبل دائرة صحة السليمانية من خلال توفير يعني مواد الأكسجين وكذلك الكمامات وكذلك الأمور الأخرى التي تجعل أو تمكن الكوادر الطبية من السيطرة على الوضع بصورة عامة. يعني اليوم في محافظة السليمانية هناك ثلاث مستشفيات كبيرة
تستوعب هذه الحالات، وكذلك أعدت خطة من قبل غرفة العمليات لا سامح الله لو ارتفعت الأعداد هناك فنادق يعني مخصصة لهذا الغرض. وبالنسبة للحالات التي سجلت يعني الآن يرقد في مستشفيات محافظة السليمانية ما يقارب 3413 حالة مؤكدة بفيروس كورونا. هذه الحالات أغلبها يعني مستقرة، وما يقارب 40 حالة هي حرجة، وهذه الحالات الحرجة كلها محتجزة في مستشفى واحد في مركز محافظة السليمانية، وباقي الحالات الحمد لله مستقرة وتتلقى العلاج بصورة طبيعية، والأمور تسير على قدم وساق من قبل خلية الأزمة يعني تقديم الرعاية الصحية لكافة المصابين، وكذلك تقديم الإرشادات الصحية حفاظا على سلامة المواطنين، وكذلك حفاظا على عدم ازدياد هذه الحالات وخاصة خفض مستوى الوفيات. طبعا كنت معنا سيف حقي من السليمانية، وأيضا كان معنا حسين زنجنة من أربيل، شكرا جزيلا لكما. أظهرت أحدث الأرقام أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن قرابة 11 مليون شخص في مختلف دول العالم، توفي منهم أكثر من 520 ألفا، في حين تمثل للشفاء أكثر من 5,500,000، وهو ما يمثل نحو 51% من مجموع المصابين. هذا وما يزال الفيروس ينتشر بشكل كبير في الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 55 ألف إصابة جديدة في أكبر زيادة يومية تعلن عنها أي دولة، وقفزت بشدة الإصابات بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مما وضع معالجة الرئيس دونالد ترامب للأزمة تحت التدقيق ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط إعادة فتح ولاياتهم. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن إصابة 30 جنديا أمريكيا يخدمون بقاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت بفيروس كورونا. متحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون أشار إلى تعزيز التدابير الوقائية المتخذة في القاعدة، معتبرا أن التباعد والإجراءات المطبقة حدت من عدد الإصابات. حذرت وزارة الصحة الروسية من أن وضع جائحة فيروس كورونا في البلاد سوف يستمر 8 أشهر أخرى على الأقل. هذا وسجلت روسيا أكثر من 667 ألف إصابة، وهي ثالث أكثر دول العالم من حيث عدد الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. في بريطانيا يقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا من 44 ألف إصابة إثر تسجيل 89 حالة في آخر 24 ساعة، كما تم تسجيل أكثر من 500 إصابة يبلغ الإجمالي 283,700 إصابة، وتأتي بريطانيا في صدارة الدول الأوروبية من حيث عدد الوفيات وفي المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل. هذا ودعا زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر لإجراء تحقيق في الطريقة التي تعاملت بها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون من أزمة فيروس كورونا، وقال ستارمر إن حكومة تعاملت مع الأزمة ببطء شديد، معتبرا أن رئيس الوزراء يجيد الحديث لكنه يسيء حكم البلاد بحسب تصريحه. في فرنسا فتح الادعاء العام تحقيقا قضائيا مع رئيس الحكومة المستقيل ووزيري الصحة والتضامن بشأن إدارتهم أزمة جائحة كورونا. المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولينز أوعز بإجراء التحقيق بعد تلقيه 9 شكاوى تتعلق بما وصف بالفشل في مكافحة الجائحة. إجراءات فاعلة اتخذتها السلطات الدنماركية في إطار الأزمة التي يشهدها الاقتصاد بشكل عام نتيجة جائحة كورونا. الشركات المتوسطة والكبيرة تسلمت تعويضات مالية من السلطات في إطار حماية سوق العمالة المحلية. لم تكن الدنمارك بعيدة عن الآثار السلبية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا، فبعد فرض حظر التجوال تلافيا لتفشي الوباء تأثر الاقتصاد المحلي فيها
ملقيا بظلاله على المواطن رغم اتخاذ الحكومة تدابيرا عاجلة لاحتواء الموقف. جائحة كورونا طبعا هو مردودها سلبي على الاقتصاد العالمي ككل ومن ضمنها اقتصاد الدنمارك، مملكة الدنمارك. طبعا أثر هواي على الشركات الكبيرة والصغيرة، بعض الشركات الصغيرة يعني سدت شركاتها بسبب أنه الوضع الاقتصادي يعني ما يساعد، يعني بعد ماكو دخل زين بمجرد أن يعطون يعني بس عطاء، مجرد عطاء ماكو أخذ. طبعا ميتا فريدريكسن اللي هي رئيسة وزراء الدنمارك أعطت بعض الحلول اللي هي تقريبا رفعت شوية من الاقتصاد الدنماركي وأعطت دعم للشركات الكبيرة قبل الصغيرة. طبعا تكفلت هي بدفع رواتب العمال، لكن طبعا هي قالت هاي الحلول بشرط أنه الشركات لا تسرح العاملين حتى يحافظون على العمال. الفترة الأولى طبعا هي من شهر الثالث إلى شهر السادس هذا تحصل دعم من الدولة، كل الشركات الكبيرة وأيضا الشركات الصغيرة. وبعد عودة الحياة تدريجيا إلى الدنمارك ورفع حظر التجوال، بدأت الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة في مزاولة نشاطاتها مع مراعاة شروط السلامة للعاملين، مستفيدين من الدعم المادي الذي قدمته الحكومة لهذه الشركات والتعويضات التي شملت الموظفين من أجل عدم إنهاء خدماتهم من قبل أصحاب الشركات. حاولت ميتا فريدريكسن أنه تدعم الاقتصاد الدنماركي، وعرفت أنه دعم الاقتصاد بعدم تسريح العمال، لأنه تسريح العمال هو يبقى يصير عالة على البلد وراح يأخذون مساعدات أو تنقطع يعني أو يحوشون على النقابات أو كذا لفترة محددة، وأيضا السوق يحتاج إلى وقت للعودة إلى طبيعته الجديدة. طبعا إحنا من ضمن الشركات اللي أيضا تضررت، لكن كان دعمنا مو 100% أو 80%، كان ما بين 50% و 25%. أيضا من دعمهم طبعا يعني قالوا هذا لأنه سبب الدولة مو سبب الشركات. المعالجات والخطط الطارئة التي تتخذها الحكومة تساهم في درء المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التأثيرات التي تصاحب انتشار الوباء. عصام حسين، العراقية الإخبارية، الدنمارك. للحد من تفشي فيروس كورونا، فرضت الجهات المختصة السورية عزلا كليا وجزئيا على عدد من المناطق، كما تم تأجيل مواعيد امتحانات الطلبة. في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فرضت الجهات المختصة عزلا كليا وجزئيا على عدد من المناطق، وكان آخرها فرض حجر كامل على بلدة جديدة الفضل التابعة إداريا لمحافظة القنيطرة، وتأجيل مواعيد امتحانات التعليم الأساسي في بلدة جديدة الفضل وعرطوز حتى إشعار آخر، فيما تجري امتحانات الثانوية العامة في مراكز داخل البلدة. بسوريا كان في وعي كتير باعتبار أنه الشعب مثقف وواعي، كانوا دائما حذرين حتى ببيوتهم، حتى منعوا أول شيء أنه يستقبلوا ضيوف أو يروحوا لعند حدا. توزعت الإصابات بحسب وزارة الصحة السورية على 9 محافظات، في دمشق 146 إصابة، وريف دمشق 91، والقنيطرة 24، وهي المحافظات الثلاث الأكثر تسجيلاً للإصابات، فيما سجلت حلب 7 إصابات وحمص 5 إصابات والسويداء ودرعا إصابتين في كل منهم. مع هذه الأرقام التي سجلت في سوريا تبدو منخفضة مقاربة ببقية الدول. النظافة والواحد أنه يحتكر بالبيت، يعني يقعد بالبيت أحسن من التجمع. إذا ما عنده شغل ضروري لا يطلع برات البيت، خليه يقعد بالبيت. أولا نحن كثير تفاجأنا كمواطنين وكعاملين بالقطاع الصحي بعودة ظهور إصابات أو بتفشيها وازديادها، والشي اللي صرنا نتساءل هل كنا فعلا نايمين بالعسل نحن، انه هل كان فعلا ما في اصابات ام كان في تعتيم ام كان ما في تصريح رسمي عنا. فطبعا هلا اكيد رجعنا ناخذ احتياطات، مع انه اجت فتره تركنا الكمامات تركنا الاحتياطات، رجعنا ناخذ احتياطات من اول وجديد. عم نسمع طبعا عن الاصابات اللي متزايده بالمشافي، الكوادر الطبيه طبعا هذا إن الخط الاول بمواجهه الفيروس. وتسعى الحكومة السورية إلى تجديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس مع وعي كبير في الشارع السوري وتعاون متكامل بين المواطن والحكومة. تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا ما يرفع من وتيرة الإجراءات الاحترازية للحكومة السورية
بالتعاون مع المواطن السوري للحد من انتشار فيروس كورونا. لقناة العراقية الأخبارية من دمشق، رني محمد. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مبادرة القاهرة بشأن ليبيا يمكن أن تشكل منطلقا للحوار السياسي الليبي. لافروف دعا لوقف إطلاق النار في ليبيا، موضحا أن روسيا ستستأنف عمل سفاراتها في ليبيا من تونس. ميدانيا، عززت القوات المسلحة التابعة للواء خليفة حفتر دفاعاتها في مدينتي سيرت والجفرة بمواجهة أي محاولات من القوات التابعة لحكومة الوفاق للتقدم نحو المنطقتين. مصادر عسكرية أشارت إلى نصب الجيش الليبي منظومة دفاع جوية متطورة في محيط المدينتين، مؤكدة وصول تعزيزات إلى مدينة مصراتة. رفض مكتب مجلس النواب التونسي تمرير لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر للجلسة العامة تصنف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وفسر المكتب سبب عدم تمرير اللائحة بمخالفتها مقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من النظام الداخلي، بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع. الحكومة المصرية أعربت عن مخاوف البلاد بشأن سلامة سد النهضة الأثيوبي وطريقة تشييده. وزير الري المصري محمد عبد العاطي أوضح أن بلاده تأخذ احتياطاتها للتعامل مع موضوع أمان السد، حيث لا يؤثر على السد العالي وباقي المنشئات المائية، مشيرا إلى أن هناك ما يدعو للقلق لأن الجانب الأثيوبي لم يقدم أي تقارير تترجم تصريحاته ببناء السد بطريقة آمنة. نفذت الشرطة الألمانية حملة أمنية في ثلاث ولايات شرقية البلاد لإحباط مخططات لتنظيم نازي جديد يسمى القوى الحرة بريغيتش، كان ينوي منتسبوه الهجوم على أحد المساجد في البلاد. متحدث باسم الشرطة قال إن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات تفيد بالتخطيط لهجوم بمواد متفجرة على مسجد في مقاطعة بريغيتش، وعثرت خلال حملة التفتيش على ذخائر وأسلحة قطع وطعن. تعتزم الولايات المتحدة إرسال حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي للقيام بتدريبات بالقرب من موقع تنفذ فيه الصين مناورات بحرية. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الهدف من هذه الخطوة توجيه رسالة إلى الصين مفادها بأن واشنطن غير راضية عن التصعيد العسكري لبكين في المنطقة. قللت كوريا الشمالية من أهمية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة. مصدر مسؤول في الخارجية الكورية استبعد فرصة نجاح المفاوضات بين الجانبين، مؤكدا أن سياسة بلاده إزاء واشنطن لن تتغير. موقف كوريا الشمالية يأتي قبل زيارة مقررة لنائب وزير الخارجية الأمريكي إلى جارتها كوريا الجنوبية لمناقشة المحادثات المتعثرة مع الشمال. إلى العناوين. اتفاق عراقي لبناني على تعزيز التعاون وإشادة بنتائج مباحثات الوفد الوزاري في بيروت. تكليف الأعرج بمنصب مستشار الأمن الوطني والأسد رئيسا لجهاز الأمن الوطني. الصحة تسجل إصابة 2334 بفيروس كورونا غالبيتهم في بغداد. نشرة انتهت، إلى اللقاء.